في تصريحات صحفية سابقة، كشف رئيس هيئة تنظيم سوق العمل السيد أسامة العبسي أن عدد العمال السائبة في البحرين تصل إلى 50,000 عامل مخالف لشروط الإقامة. العبسي أكد أن الهيئة تضع كل إمكانياتها لمكافحة العمالة غير النظامية، مشيرا إلى أنه لدى الهيئة نظام دقيق لحساب العمالة المخالفة، خصوصا مع قرار مجلس الوزراء الموقر بتكثيف الإجراءات المتصلة بالرقابة والتفتيش للتعامل مع العمالة السائبة لضمان الحد منها. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. السيد أسامة، مساء الخير، وهل لك يعني أن تحدثنا بأن هذا العدد، يعني ألا ترى أن 50,000 عامل من العمالة السائبة عدد كبير جدا، ويعني هل تتوقعون لهذا العدد زيادة؟ السلام عليكم وأسعد الله مساكم والمشاهدين بكل خير. بالطبع العدد كبير، وحتى وجود 10 أشخاص مخالفين هو عدد كبير. والهيئة تأخذ هذا الأمر بجدية تامة. يجب في البداية أن نوضح نوعية العمالة المخالفة. هي ليست نوع واحد كما يظن غالبية الناس. فهناك العمالة التاركة للعمل والتي تسمى اصطلاحا الهاربة، وهناك عمالة لم يتم انتهى تصريح إقامتها وتصريح العمل ولم يتم تجديده، هناك عمالة ألغيت تصاريح عملها وإقامتها ولم تغادر البلد. فهناك أكثر من نوع. الأمر الذي تجدر الإشارة إليه إلى أن العدد يتحرك كنسبة من العمالة الأجنبية المقيمة في البلد، فكلما زاد عدد العمالة الأجنبية في البلد كلما زاد هذا العدد لكونه مرتبط بعدد العمالة. طبعا هيئة تنظيم سوق العمل تأخذ بعين الاعتبار الحاجة الاقتصادية حينما تقيم طلبات العمالة الأجنبية، ولكن للأسف هنالك من يحتال لكي يستصدر تراخيص هو ليس بحاجة لها، ومن ثم يتم تسريبها إلى السوق. ولدى هيئة تنظيم سوق العمل اليوم حوالي 72 مفتش تدعمهم قوة أمنية من وزارة الداخلية بموجب اتفاق مع هذه الوزارة. وتقوم بحملات تفتيشية، حيث قمنا خلال العام 2013 بحوالي 19,000 زيارة تفتيشية، بينما بلغت الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من هذا العام تقريبا 20,000 زيارة. فنحن نتوقع أن في 2014 أن يتم مضاعفة عدد الزيارات التي قمنا بها في العام الماضي. كذلك قامت الهيئة مدعومة بالقوة الأمنية من وزارة الداخلية بالتحفظ على من يتم ضبطهم من العمالة المخالفة وترحيلهم إلى بلادهم. وهذا الأمر تم لغاية الآن في حدود 1,500 من هذه العمالة، ونحن محدودون بالطاقة الاستيعابية لشركات الطيران وخطوط الطيران مع بلدانهم، وهو الشيء الوحيد الذي يحد من حركتنا في ترحيل عدد أكبر. نعم سيد أسامة، بالحديث عن هذا الموضوع، يعني هل تؤثر المواثيق الدولية على عمل الهيئة؟ يعني وإذا كانت تؤثر فكيف التعامل مع العمالة السائبة من خلالها؟ بالطبع الهيئة ملتزمة التزاما تاما بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. نعم. وتعتبر أحد أهم الإجراءات التي تتخذ، أو تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذ مطابقة للمواثيق الدولية، حيث لا يتم التعامل مع العامل المخالف بصفته مجرما، ولكن يتم التعامل معه بصفته مخالف لقوانين العمل والإقامة، ويتم ترحيله بالاتفاق مع سفارات البلدان هذه التي نلقى منها كل التعاون والدعم. نعم السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا.